بسم الله الرحمن الرحيم، ومرحبا طلبة الصف الثاني الإعدادي. منهج الحاسب الآلي ومع الدرس الثاني. قبل البدء في الدرس بنضغط على اشتراك، ثم بعد الاشتراك بنضغط على علامة الجرس. بعد علامة الجرس بنعلم صح في المربع ده سواء بالانجليزي او بالعربي، وبنكتب سيف او حفظ. بكده بيجي لك اي درس جديد وبتابعنا ان شاء الله تعالى. خدنا في الدرس الاول اتعرفنا على موقع الويب وصفحة الويب وكمان الهوم باج او الصفحة الرئيسية. النهاردة درسنا او بنكمل مع بعض على عناصر صفحة الويب. قلنا صفحة الويب دي بيكون فيها مجموعة اشياء، وهي صفحة موقع فيها كثير من الأشياء. لما تفتح أي موقع بيقابلك عدة أشياء في الموقع أو في صفحة الويب. اللي قدامنا دي صفحة الويب من أحد المنتديات، وبتبص تشوف إن صفحة الويب دي فيها كلام أهو، ده كل ده كلام نص يعني نصوص، وفيها صور زي دي وزي دي، وفيها ارتباطات تشعبية. والارتباطات التشعبية وهنشرحها بعد كده يعني لينك او رابط. لما بنضغط عليه بنروح لعنوان الرابط. زي هنا الارتباطات الموجودة دي، كل ده اسمها ارتباطات تشعبية. لو ضغطنا على اي رابط منهم بيفتح لك في صفحة تانية على عنوان هذا الرابط. هذا صفحة ويب جديدة اتفتحت لنا من الارتباط التشعبي. فيها كلام، فيها صور، كل دي صور، وفيها ايضا ارتباطات تشعبية اللي تحت دي برضو بتوديك تضغط على اي موضوع بيفتح لك صفحة تانية وبيوديك للموضوع. ايضا صفحة الويب ممكن يكون فيها فيديو. ده قناتي على صفحة او احد دروس اللي هو الدرس الثاني للصف الاول الاعدادي. ده موقع اليوتيوب. هذا الموقع او هذه الصفحة اللي قدامنا دي اسمها صفحة ويب. صفحة الويب اللي قدامنا دي فيها كثير من الصور والفيديوهات، يعني كلها فيديوهات وصور. هذا الفيديو الاساسي، وادي صورة الفيديو، وادي عنوان الفيديو. يبقى اذا لو احنا فتحنا الكتاب بنلاقي عناصر صفحة الويب جايبها لك متكونة من صور، وشفناها ادي الصور، كل دي الصور متكونة من نص يعني كلام مكتوب وشفناه، ارتباط تشعبي، اي عنوان تحت تضغط عليه يفتح لك في صفحة جديدة اسمه ده ارتباط تشعبي. وبيتكون ايضا من او صفحة الويب ممكن يكون فيها فيديوهات زي ما فتحنا موقع اليوتيوب وشفنا فيديو رئيسي ومجموعة فيديوهات على الجنب. ده كله اسمه عناصر صفحة الويب. يبقى مما يتكون صفحة الويب، او ما هي عناصر صفحة الويب، او اذكر عناصر صفحة الويب، او صفحة الويب تتكون من نقط ونقط ونقط.
أي طريقة أو أي شكل من السؤال اللي أنا قلته ليه إجابة واحدة، اللي هو تتكون صفحة الويب من صور ونصوص وارتباط تشعبي أو ارتباطات تشعبية وفيديوهات. يبقى أداة واحد، اتنين، تلاتة، أربعة. أربع عناصر بتتكون منهم صفحة الويب، بيسموا عناصر صفحة الويب. ماشي معايا كده؟ طيب هنا بقى حاجة بيسموها صفحات الويب الثابتة والتفاعلية. الثابتة والتفاعلية يعني ايه؟ صفحة ويب ثابتة ويعني ايه صفحة ويب تفاعلية. هنا التعرف على مكونات صفحة الويب الثابتة اللي هي static web page، وعناصرها نصوص، صور، لقطات فيديو. استنتاج انواع صفحات الويب. صفحة الويب الثابتة static web page، هناك انواع من صفحات الويب، منها صفحات الويب الثابتة وصفحات الويب التفاعلية. صفحات الويب الثابتة محتواها معد مسبقا بواسطة مصمم الصفحة، ويظل هذا المحتوى ثابت، وتستخدم صفحات الويب الثابتة لعرض معلومات يتم الاطلاع عليها فقط بدون إمكانية إجراء أي معالجة من الزائرين لمحتواها. تستخدم أوامر الـ HTML في تصميم هذا النوع من الصفحات، وسوف نتعرض في الفصول القادمة لكيفية تصميم صفحة وإنشاء صفحة ويب باستخدام أوامر الـ HTML. إيه الكلام ده؟ بيقول لي صفحة الويب الثابتة دي صفحة مصممة أحد مصممين الصفحات اللي هو المبرمج، يعني صمم الصفحة دي بتظل ثابتة على حالها، عشان كده سموها صفحة ويب ثابتة. لا يمكن انك تغير في هذه الصفحة سواء كنت زائر، ولكن تستطيع انك تغير في الصفحة دي لو انت كنت مصمم او تملك هذا الموقع. ايه الكلام ده؟ تعال كده نشوف هنا في الصفحة اللي قدامنا دي. الصفحة اللي قدامنا دي صفحة غير ثابتة. ليه؟ اقول لك ليه. لان انت هنا لو ضغطت هنا ممكن تكتب تعليق، صح؟ ممكن تكتب ايه؟ تعليق. ممكن اكتب هنا تعليق، اي تعليق، واقول له تعليق، اضغط على تعليق، كويس؟ هيروح منزل لي التعليق اللي انا بكتبه. يبقى دي الصفحة دي غير ثابتة. ايضا هذه الصفحة اللي قدامنا، الصفحة دي لو انت مشترك في هذا المنتدى، ماشي، ممكن تكتب ايضا تعليق. ممكن تكتب تعليق، حتى هنا بيقول لك لكتابة تعليق قومي بتسجيل الدخول، لان المنتدى ده منتدى خاص بالنساء. يبقى اذا هذه الصفحة صفحة غير ثابتة. طيب الصفحة الثابتة زي ايه؟ نجيب مثال، ده موقع اخر بيحتوي على معلومات عن علم المصريات، يعني الحضارات الفرعونية القديمة والتاريخ القديم. هذا الموقع الكلام المكتوب فيه ده انا كزائر لا استطيع التغيير فيه، لا استطيع التغيير ولا التعديل فيه، لا على الكلام ولا على الصور. كل اللي انا اقدر اعمله ان انا اكتب تعليق فقط. وانا قلت لك في اصحح لك المعلومة تاني، ان كون انك تكتب تعليق ده، احنا قلنا ده يعتبر تغيير، لا هذا لا يعتبر تغيير في صفحة الويب الثابتة. فاللي قدامنا دي صفحة ويب ثابتة، ما تقدرش تغير في محتوى الصفحة نفسه سواء في الكلام او في الصور. دي بتسمى صفحة ويب ثابتة. دي صفحة ويب ثابتة. ايضا الصفحة اللي قدامنا دي صفحة ويب ثابتة لا تستطيع التغيير، ولكن كل اللي انت تقدره تعمل تعليق. يبقى كتابة التعليق ليس تغيير في الصفحة، فالصفحة اللي قدامنا دي ايضا هي صفحة ويب ثابتة.
طيب الصفحة اللي انت هتغير فيها ايه؟ دي صفحة بتستطيع انك تغير فيها كمالك الصفحة، يعني انت مالك الصفحة. بمعنى لو انت زائر، انت زائر لا تستطيع تغيير هذا العنوان: شرح منهج الحاسب الآلي للصف الثاني الإعدادي 2018 الصف الأول. انت لا تستطيع تغيير، لكن صاحب الصفحة او صاحب القناة او صاحب الفيديو اللي هو انا اقدر اغير فيه واعدل فيه زي ما انا عايز. يبقى اذا صفحة الويب اهي دي بتسمى الصفحات الثابتة. يبقى صفحة الويب الثابتة محتواها معد مسبقا بواسطة مصمم الصفحة، ويظل هذا المحتوى ثابت ويستخدم لعرض معلومات يتم الاطلاع عليها دون إمكانية إجراء أي معالجة، يعني أي تعديل من الزائرين. صفحة الويب التفاعلية ديت صفحة بتدخل فيها بيانات زي إيه؟ زي مثلا أنت بتدخل على موقع وزارة التربية والتعليم أي مرحلة من المراحل، بتدخل بياناتك باستخدام نموذج معين زي ما بتبحث عن النتيجة بتاعتك، فبتدخل اسمك او رقم الجلوس او المدرسة، وبتضغط او بتضغط على موافق فبيظهر لك النتيجة بتاعتك. دي صفحة تفاعلية بين المشاهد او الزائر وبينها هي، يعني بتقدر انت تدخل بيانات بناء على هذه البيانات بيطلع لك بيانات اخرى او معلومات اخرى، دي اسمها صفحة تفاعلية. ايضا من انواع صفحات تفاعلية او مثال لها صفحة لما تيجي صفحة موقع وزارة الاتصالات تسأل على فاتورة تليفون مثلا، فبتكتب بيطلب منك المحافظة، بيكتب منك الكود بتاع التليفون بتاعك، رقم التليفون، بيطلع لك الفاتورة بتاعتك بكام. دي اسمها صفحات تفاعلية، يعني صفحات يستطيع الزائر ادخال بيانات ثم يظهر له معلومات اخرى، دي اسمها صفحات تفاعلية. ده كان الفرق ما بين الصفحات الثابتة والصفحات التفاعلية. اعتقد كده احنا يعني شرحنا ببساطة ايه هي صفحات الويب الثابتة والتفاعلية، ودي انواع الصفحات. يبقى من انواع صفحات الويب صفحات ثابتة وصفحات تفاعلية. الصفحات الثابتة هي صفحة معدة مسبقا لا يستطيع الزائر التفاعل او تغيير ما في هذه الصفحة، وتعرض معلومات ثابتة ومحددة. اما صفحات الويب التفاعلية، هذه الصفحات من خلالها يستطيع الزائر ان يدلي او يعطي او يدخل بيانات معينة في هذه الصفحة، ويحصل على نتائج ومعلومات بناء على ما ادخله من بيانات. كده بننهي درس النهاردة عن الصفحات الثابتة والصفحات التفاعلية. لا تنسى عمل شير وتدل أصدقائك وزملائك، لأن الدال على الخير كفاعله. وأتمنى لكم التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.